عليكم متابعين متابعات راديو ام. في عدد اليوم لمران الساكتين، عدد ربما حيكون مميز. 16 فبراير 2021 اللي هي الذكرى الثانية لاندلاع مظاهرات عارمة في خراطة، في مدينة خراطة بولاية بجاية. اليوم تشهد هذه المدينة يعني مظاهرات عارمة، يعني إحياء للذكرى الثانية للحراك الشعبي اللي انطلقت الشرارة تاعو الأولى بالمنطقة وانتقلت بعدها إلى العاصمة، ورفضا للعهدة الخامسة للرئيس المستقل عبد العزيز بوتفليقة. وكانت كذلك الحشود تطالب بدولة قانون وديمقراطية. بس الخير حمزة أميرة قالها أمام توا مصطفى. بس الخير مصطفى، بس الخير متتبعي كامل غاديوام وتتبعي مرانا ساكتين. مرحبا بكم. راح يكون هذا هو كما على بالكم، راح يكون موضوعنا اليوم. راح تكون عندنا اتصالات من عين المكان مع الزملاء اللي راحوا باش يغطيوا هاد المظاهرات وليست احتفالات. نذكر انه عندنا اليوم كنزة خطو، احسن القاضي، زميل الصحفي احسن القاضي، وزهيرة بركان. اول متصل لي عدد اليوم راح يكون مع كنزة خطو، مراسلة راديو ام من عين المكان، من خراطة، مدينة خراطة. اهلا كنزة. اسمع بيان. الو، راكي على المباشر كنزة. اهلا. سالو كنزة. الو، المكالمة راهي تنقطع، مانيش نسمع مليح. وهكذا كيتسمعي مليح؟ انه ما عندكمش امبو ريزو في ال اسنايو. هكا كيتسمعي مليح زعما تحركنا حنا حابسين. وهكا كنزة. كنزة مساء الخير. حمزة مساء الخير. كنزة راكي تسمعي فينا بيان؟ صافا صافا الحمد لله. مليح مليح الحمد لله. حبيت الجلولة اللي نشر لها باللي ربما ما نعرف اسكو السلطات اللي قطعت الانترنت، شبكة الانترنت في خراطة. كان من المستحيل جدا انه نقوم بتغطية كاملة للمسيرات عبر البث المباشر. نعم. كان هذا ما منعش انه كنا في عين المكان وتجيبوا صورنا. اسكو استعملتوا الفي بي ان كنزة باش تبعتوا يعني لا ماتيير باغ انترنت؟ كيفاش كانت لا كونيكسيون جوستومون؟ حناش على بالنا بلي كونيكسيون تري موفاز، ما قدرناش جوستومون. قلت لك ما نعرف اسكو السلطات اللي قطعت الانترنت، وربما الحشود الكبيره اللي كانت متواجده في المكان هي اللي ربما تسببت في انخفاض تدفق. معليش كنزة، بالرغم من هذه الظروف الصعبه اللي راكم فيها، نحاولوا اعطينا معلومات عن كيف جرت الامور. يعني هل كان حشود كبيره ولا لا؟ احكي لنا كنزة خطوة. ماذا يقال يعني هنالك؟ واسكو راح تكون فيها يعني اون سويت بارابور ا سيز ايفينمون؟ واش هم يقولوا يعني المتظاهرين؟ ياسر الاجواء كانت مميزه جدا في خراطه، يعني توفد المواطنين من جميع ولايات الوطن. كانوا جو البارح كان يقضوا الليلة أمس في خراطة، وكان يلتحقوا اليوم صباحا. يعني بدأت الحشود تتجمع في حوالي الساعة ربما السادسة السابعة صباحا، بدأت الحشود تتجمع في خراطة في هذه المدينة التاريخية. كان التحقوا شخصيات يعني ورموز الحراك وشخصيات وطنية بعين المكان، كانوا صحفيين يعني اللي اعتادوا على تغطية الحراك. شفنا ثاني وليد نكيشة، شفنا تاجر محمد تجديد. نعم، معتقدي الرأي اللي خرجوا من السجون ثاني جاوا للخراطة. شفنا شخصيات وطنية مثل بوشاشي، المحامين، هيئة الدفاع، سيدة زبيدة، يعني جميع الشخصيات المعروفة يعني في الحراك. كنزة، كان من المنتظر يعني أنه تكون مطالب معيشية اللي مع عودة المظاهرات، هل لاحظتي هذا الشيء؟ هل هناك يعني هتافات عندها مطالب طابع متعلق بالمعيشة تاع المواطن الجزائري؟ كل صراحة يعني ما شفناش مطالب جديدة اليوم في مدينة خراطة. شفنا نفس المطالب اللي خرج الشعب ورفعها في فبراير 2019 ما زالها لحد اليوم، يقولوا باللي لا شيء تغير. يعني عامين بعد الحراك حاجة ما تغيرت، يعني نفس المطالب. أهم الشعارات ربما كانت دولة مدنية ليست عسكرية، الإفراج عن معتقل الرأي، عن الرأي، دولة الحق، دولة القانون، يعني حفظ كرامة الإنسان، وتغيير النظام. نعم، وما على باليش الا انت كنت حضرتي في الاحياء او السنه الاولى لمظاهرات خراطه، هل كاين اختلاف من حيث العدد، عدد الحشود؟
يعني بكل صراحه انا ما كنتش العكس هذا الشيء خرافه، ولكن هذا العام انا قلت لك الاف يعني الالاف تاع المواطنين التحقوا بهذه المدينه. كان تنظيم جد رائع من طرف يعني ابناء المنطقه ابناء خراطه، يعني اللي سهروا نحيوهم بهذه المناسبه، سهروا على التنظيم تاع هذه المسيرات. يعني كاين عائلات فتحت البيوت تاعها، كاين ناس ثاني كيما نقولوا قدمت وجبات، قدمت مشروبات. ماذا عن المراه كنزاك؟ هل كان هناك حضور نسوي؟ كان حضور نسوي ولكن للأسف بمحتشم القليل، أنا نقولها بكل صراحة القليل من المشاركة النسوية، ولكن كانوا حضرين كواكما من النساء، كانوا عائلات نساء، كانوا عائلات من الشخصيات الوطنية، جاءوا مع عائلاتهم، جاءوا مع زوجاتهم، مع أبنائهم، والتحقوا يعني بعين المكان. كانت هناك دعوات أيضا لازم نشير للخروج يوم 22 فبراير المقبل واستئناف المسيرات. نعم. هل كنزة، هل هناك يعني في نظرك أنت، هل راكي تحسي، هل هناك إحساس أنه هذه هي تكون نقطة يعني نقطة عودة ونقطة انطلاق حراك جديد 22 فبراير عبر الوطن؟ يعني وش راكي تحسي أنت، وش راكي تشوفي؟ ليس حراك جديد، ولكن تكملة أنه اليوم المسيرة تاع اليوم ولا الذكرى الثانية تاع الحراك من خراطة ستمهد لعودة ولا استئناف المسيرات يوم 22 فبراير بالعاصمة وبباقي ولاية الوطن. كاين يعني كثير من مشاركي اليوم في خراطة كانوا يناديوا بتنظيم المسيرات، قالوا بلي منعودوش نكروا اخطاء. يعني على بها كنزة، على بها قلت حراك جديد، سي اكزاكتومون بور سا كو جي دي حراك جديد، يعني بعيد عن الفولكلور. هل كنا نعم، بما انك تحدثت عن البعيد عن الفولكلور، هل كانت هناك اجواء احتفالية لربما تفقد المعنى هذه المسيرات؟ لا كانت أجواء عادية جدا، كانوا شعارات، كانوا يعني نفس الشعارات اللي كانت يعني في أنا المسيرات تاع اليوم ذكرتني ببداية الحراك في فيفري ولا مارس تاع 2019. يعني نظن أنه الناس فهمت اليوم أنه لازم تكون عودة قوية للحراك، مطالب حقيقية، بمطالب حقيقية، يعني حيكون تنظيم، حيكون ربما في المستقبل حنشوفوا ربما ممثلين عن الحراك. يعني الناس تفهم لي لازم تكون هيكلة للحراك. نعم نعم. شكرا جزيلا كنزة خطو، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك يعني عودة موفقة، عندك طريق تحكمها حتى الألجي. نعم، شكرا جزيلا، ربي يوفقكم. مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة كنزة. إلى اللقاء. مازال دائما في مراناش ساكتين موضوع اليوم، نذكر انه يايو دي زيفينمون قبل 16 فيفري 2019 ربما لمهدو للحراك. نذكر لو 12 فيفري 2019 il y a eu une manifestation au style 5e mandat de Bouteflika qui a été organisée dans la wilaya de Chlef. Le 14 février 2019 des habitants de la wilaya de Annaba ont organisé un sit-in contre la candidature de Bouteflika قبل خراطة. Donc le 16 février اللي اندلعت اندلعت مظاهرات في خراطة، وبعدها في 22 فبراير في الجزائر العاصمة وربما أغلبية الولايات الجزائر. تصلوا بنا على 021-28-24-45، رح يكونوا معنا مشاركين من عين المكان كذلك في عدد اليوم. ابقوا معنا، نروحوا لفصل موسيقي صغير. On est de retour sur le plateau de Radio Am 021-78-24-45. Amir في سوق الاثنين. ربما نعود لك سؤال اللي طرحته على زميلتنا كنزة خطو اللي كانت كذلك حضرت وغطات مسيرة خراطة لإحياء ثاني ذكرى لي اندلاع أول شارات الحراك الشعبي. كيفاش كانت الأجواء مجد؟ الأجواء كانت يعني تريزي موفمون سيتي جرانديوز، يعني بحجم
معليش نسمع فيك مجيد، نطلب برك منك تقرب شويه للتليفون. اسكو تسمعوني هكا؟ هكا تخي بيان، قاعد قريب برك للتليفون. دونك الاجواء كانت يافيه كما يقولوا، لا مارشي تي غرانديوز كانت مسيره كبيره، شارك فيها الجزائريين من كل ربوع الوطن، حتى من اتى من بشار واتى من جلفا، والفيديوهات والصور تؤكد ذلك، لاني جميل صورت الشيء او صورت الظاهره بنفسي. شعب يعني لم ياتي ليحتفل، شعب يواصل مسيرته في 16 فيفري 2021 بعد يعني انقطاع دام اكثر من تقريبا عام 11 شهر. نعم. يؤكد هو شيء يؤكد على ماذا؟ يؤكد على احقيه الشعب فيما طلبه وتصميمه على 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 الوصول الى الهدف. الأكيد هو تغيير النظام، وهي القطيعة من النظام، وتأكيد المطالب التي تتمثل في تسنحة وكاع بلادنا ونديروا راينا. يعني هو ماشي فقط احتفال بمرور سنتين على أول شرارة للحراك، بل هو تمسك والتأكيد يعني بالمطالب والبحث عن تغيير حقيقي. مجيد حاشور، لم يكن احتفال بتاتا، فهو تأكيد مرارية وتصميم على مطالب الشعب التي المتمثلة في تسنحة وكاع بلادنا ونديروا راينا، جزائر حرة وديمقراطية ومدنية ماشي عسكرية. تصميم على مطالب، لأن الشعب يعلم أنه على حق، وأن من يطالب بهذه الحقوق لا بد أن يسمع، لأن هذه حتمية تاريخية، وكذلك من المسؤوليات الكبرى للدولة تجاه شعبها. كل دولة محترمة يجب أن تسعى لشعبها، والشعب لم يطالب المستحيل، وإنما طالب ما هو يكفل عيشه ومستقبله، ليس مستقبله فقط ولكن مستقبله ومستقبل أولاده حتى أولاده. شكرا. الأمر يتعلق بمستقبل أجيال أيضا. نعم شكرا مجيد. ماتخ مجيد حشر، شكرا لك، عاتك صحة مجيد، بونجورني، بسلامة، إلى اللقاء، على خير، بسلامة. Zahar Abdelwahab la liberté, on se lassera jamais de la savourer. Ils sont là en train de chanter et avec un cœur plein de douceur. Ils sont venus des quatre coins du pays. Kharata vit des moments intenses au rythme de la révolution et la grande marche dans une sacrée ambiance. Le peuple est uni, l'esprit révolutionnaire affermi et tout se partage dans une fraternelle solidarité. Quelle belle union. Et avec Saha, quel beau texte aussi. Oui, c'est un très beau texte. Mazal daima ala maranj sakin ala 021 78 24 45. Nismou mousika w naoudou lou. المخرج تاع حصة اليوم يقول بلي كاين بزاف ناس يتعيط، سا نو في فريمون بليزير، سا نو انكوراج. اول اتصال، ماشي اول اتصال، ثالث اتصال لعدد اليوم. بارطاجي اوسي لو لايف سي تري امبورطون. من العاصمة، شكون معنا من العاصمة؟ زين الدين، اهلا زين الدين. ميرسي بوكو بوكو راديو ام. بونجور زين الدين. بونجور زين الدين. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. وانت يا واش راك زين الدين؟ والله غير صافا، اوني دو غون فان انا ومرتي، اون فوز ادور. والله راه فوز ادور. ميرسي بوكو، سا نو في بليزير، حنا تاني اون فوز ادور. ميم نو اون فوز ادور. سا شونج نورمالمون لي راديو هذوك تاع لي طايما يتعلموا من عندكم شويه، باسكو راهم تيكيتي. كاين المفروض حنا نتعلموا منهم، باسكو حنا اوني دي جان وهما سي دي سينيور، مي برافو اميرة، ما يعطيوش المثال. بصح غاردي اليوم كيما اليوم اوني لو 16 غران جور، خراطة يا مون فو، بيرسون اون بارل، سي انكرويابل. باسكو كاين غير انتوما اللي تهضروا، سي با نورمال. وابخي يقول لك هما صحافة، وين راهي صحافة؟ يعني انا بور ما صحافي ما يغطيش ايفانمون يخرجوا فيه دي سيتويان الجيريان باغ ميليي. وي باغ ميليي. سي يعني سي اون فوت بروفيسيونال. والله غريب، انا جو فولي بارتاجي افيك فو لا جوا. جو ماتان سا
صافي تري لونطون ما شربتش قهوه حليب افيك دو بور اي دو بان. صحتك صحتك. والله فرحت شفت الناس خراطه كونت ولايه صافي فريمون بليزير صافي شوك. سي فري كو يا اون بون انرجي ما مانام تصبح افيك اون بون انرجي الناس برا يعني طالب على ما 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 على الحقوق تاعها دونك يعني يا دو ليسبوار يا ان فون ديسبوار كي كي سوفل دو لاست. انا جيتي ان بو تريست لانه نصبح و جان بو ريغاردي لي شين دو تيليفزيون باش نشوف ربما صور اون غران ايكران باسكو لو غران ايكران اللي عندنا في الدار سي لا تيليفزيون. ما لقيت حتى خبر ما لقيت حتى صوره على مظاهرات خراطه يعني لا حدث دونك سا ما ان بو اتريستي. كل اللي حبيت نقصيكم نتوما و زيد دي بروفيسيونيل باسكو فيو لا فاسون كومون فو ترافايي. Bon, je suis de fonction, je suis marin navigant. Hein. Oh, magnifique. Marin. Magnifique. Je travaille dans le bateau. C'est un très beau métier. C'est magnifique. Alors, Habib, comme vous êtes des professionnels dans le domaine, qu'est-ce que tu fais de ma ibad, de ma mère, de ma mère, de ma mère, de ma Zindine, on n'a aucun commentaire à faire à nos confrères. Hein. On peut pas faire de commentaires, mais voilà, baïna quoi. En plus, on se connaît tous un peu dans le milieu. On sait qui parle, qui ne parle pas. Enfin, personne ne parle. Après, ce qui me dérange, c'est qu'il s'auto-proclame journaliste. Alors que ça, c'est une faute professionnelle qui les éloigne de ce métier qui est noble, qui est fait pour des personnes nobles. Exactement. Ouais. Oui. Parce que on a Kshal Moni Waldiya, لي نقصي يقولوا لي لي جورناليست هادو ما سي دي جون عندهم بلاصه في لا سوسيتي. وي اذا كانوا هما ملاح البلاد تكون مليحه. اكزاكتومون باسكو ساكريفي هو ان فات يل ساكريفي لو ليبرتي كيما خالد راني اي دوتر بور جوستمون يعني دوني اون بون انفورماسيون او جون ا لو ريسك اي بيريل. ان شاء الله يخرج خالد راني ان شاء الله ان شاء الله. والله غير شوي تري كونتون شوي c'est énergie معاكم parce que je suis un grand fan de Thomas ma flaqa معاكم في الحراك هو غير كيما جيت عندكم جيت عندك نتايا في الجي سقسيتني على الفاكسان هذاك. داكور خدمنا ميكرو تروتوار وي بتاتر وي بتاتر انا سي بون تفكرت لا فوا تاعك يا alors يعطيك الصحه ولي بوغو ميرسي بوكو انت ولا دام لي معاك ميرسي زت بو زت انتيليجون ميرسي غاسي افيك نو ما تخلوناش مع هادوما المسمومين هادوما حبوا يقتلونا ما نخلوكمش ان غاستورا انصومبل في مارانا ساكتين اي فوالا سي نوتخ دوفوار هذايا زين الدين والله خلونا يا اخي قعدوا معانا وما تخلوناش ما تكسرش تخي فور وفيف لالجيري فيف لالجيري ميرسي زين الدين يعطيك الصحة كو دير ابخي سي بيل بارول جو بونس كون دوفري اون فاغيتي لا نروحوا لفاصل موسيقي صغير نستقبلوا اتصال واحد اخر الشعب العظيم اللي راهو يشارك معنا في مرانا الساكتين اتصالات راهي كثيره اليوم سانو في بليزير هل من متصل الو وما اتصلنا سفيان من كندا مرحبا بك سفيان اهلا مساء الخير مرحبا بكم شكرا ميرسي دافور ابلي حموليكم يعطيك الصحه انت اللي شاركت معنا سفيان فوالا حبيت نهضر شويه على هذه الهبة الولاد تاع الحراك حاجة مليحة احنا نتمنوا بصفا بورتي كيك شوز دي سي فري مي بور اتر اونيت جو سوي ان تي بو سيبتيك اي با تري يعني با تري سيرين با تري سيرين نو باسكو احنا لا ديزاين نهضروا بيناتنا يعني بيان سور وي او كونترير سي بيان كو دو دير سا باسكو جو بونس كو بليزيور بيرسون سون دون لا ميم سيتوياسيون. Moi, je fais partie des personnes qui sont sorties même à moins 20, même à moins 30. D'accord. Chaque semaine, en compétition de deux personnes. D'accord. Ce qu'on a vu, c'est que les Algériens ont fait un immense effort, qui m'a colloqué dans leur propre personne, à l'intérieur d'eux-mêmes, oui. Pour s'ouvrir à l'autre, pour aller vers l'autre, etc. Oui. On a vu quand même des jeunes filles à l'occidental tenir les affaires de certains islamistes pendant qu'ils faisaient la prière. On est très loin des années 80, on vitriolait les filles à l'extérieur et tout, là, il faut le dire. Hein. Oui. Par rapport à ça... Ce message n'a pas été perçu comme tel par l'opposition. Quand je dis l'opposition, la vraie opposition, Talblad. Oui. C'est, il faut le dire, on ne va pas se le mentir, c'est le Front islamique du salut, c'est à moindre gros truc, c'est le FFS, c'est un peu le RCD, Karim Tabou, etc. Mm-hmm. J'ai entendu des informations. Rachad, non. Qui ont été faites sur Radio M, sur AORES TV, etc. Et tout. Bon,
Écoutez, c'est tout le monde qui dit oui, on est pour le l'ouïhda, on est pour l'accord, on s'entend. Mais il n'y a même pas eu, au moins, même pas une petite déclaration commune. Même pas une petite déclaration, on va dire, où voilà la nouvelle Algérie que l'on attend, voilà les grandes... C'est-à-dire une déclaration commune, d'union, commune, Sofiane. Un front d'union... Il fallait avoir des représentants du Hirak, c'est ça? Ben écoutez, au moins une déclaration commune. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre, surtout avec des gens, de faire un front, mais au moins une déclaration, il n'y a rien eu. Ça va venir, je pense, Sofiane. Non, je donne des petites insights comme ça, de ce que j'entends à gauche, à droite, dans le milieu journalistique. Oui. Je pense qu'il y aura un front uni qui va s'adresser au peuple. Et... Je ne sais pas, je ne me porte pas garant de ça. Mais voilà, c'est ce que j'entends à gauche et à droite. C'est... Moi, par exemple, quand j'entends Karim Tabou, plusieurs fois, ils l'ont intercepté dans la rue, notamment, oui, sur les exactions contre Ali Belhadj. Oui. Il a toujours été très évasif. Oui. Ali Belhadj n'a jamais, de son côté, parlé de la Kabylie, alors que c'est le fer de lance de Hirak. Avec connaissant la région, son, comment on appelle ça, son attachement à la, au caractère laïque de la société, à sa langue, à sa culture, etc. Et tout. Je pense qu'Ali Belhadj a parlé de la Kabylie, Sofiane. Je sais pas. Parle je... de Karim Tabou, pas de Ali Belhadj. Si. Sofiane a dit Ali Belhadj n'a jamais parlé de la Kabylie. Je pense qu'il a parlé de la Kabylie. On va pas. Je oui, mais il faudrait peut-être poser la question à Karim Tabou, pas à nous, Sofiane. Non, il y a... Demain, nous, si nous allons passer au pouvoir, ben voilà, ben les garanties. Il y aura des garanties pour la région, pour sa culture, pour l'épanouissement de la langue, etc. Et tout et tout. Donc, du coup, les Algériens maintenant, ils se regardent un peu comme en chien de faïence. Oui. Il y a une raison, honnêtement, que vous et moi, on va sortir, on risque de se faire arrêter, de se faire emprisonner, oui, faire tout ce qui va arriver, et que demain, moi, mes enfants, ils vont vivre tel que je veux, et que vous, non. Oui. Et puis quand j'entends les gens sur le bras, ils disent « D'où la madania, m'chi askaria ou khalas ?» Là, là, smah les khoya. D'où la madania ? Pourquoi les dictatures communistes ? M'chi d'où la madania ? Dictature Ousmane royaliste, m'chi d'où la madania ? Oui. Nature religieuse, mais chez nous la madania. Oui. Donc toi, Sofiane, tu as, enfin, je dis toi, vous pensez que le courant islamique islamiste a encore des racines qui peuvent reprendre? C'est pas ça qui me dérange, que le courant islamiste ait des racines. En Turquie, vous pensez qu'il est resté 15 ans Ousmane Erdogan? Ils sont tous islamistes, la moitié ils sont laïcs. Oui. Seulement, il y a des garanties, il y a une constitution qui fait que ce monsieur-là ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Voilà, ouais, une direction économique, Yanné. C'est ce qu'ils veulent, les Algériens, c'est avoir des garanties, une nouvelle constitution, de sorte que demain, vous êtes un parti laïque, vous passez au pouvoir, et bien l'islamiste n'aura pas peur pour ses libertés, pour vivre tel qu'il veut. Oui. Inversement, si vous êtes un parti islamiste, vous passez, vous, écoutez, comme on le voit dans tous les pays, oui, il y a des gens qui sont qu'on appelle ça des partis conservateurs, qui vont voter pour un libéral, parce que leur parti libéral, ben, il présente quelqu'un qui est vraiment nul. Oui. Il vous dit, ok, ben, entre-temps, je peux voter pour celui-là, car de toute façon, en termes de vie privée, de mes droits, mes libertés individuelles et tout, ils ne vont pas être atteintes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, avec le parti islamiste. Mais quel problème est-ce que je suis? Peut-être que je suis là et que je vote avec. Parce que je sais que, bon, vous avez dans votre programme, pour est-ce qu'on peut croire que dans un état islamiste, d'où le titre de Msharab, Makesh Mena, Sohraha, les usines, ça vous n'allez pas empêcher les gens de consommer de l'alcool, comme ça se fait en Turquie, c'est pourtant un pays islamiste. Bien sûr, oui. Vous voulez que bâtir une société sur les préceptes religieux et tout, il n'y a pas de problème. T'as Mishé qui m'a dit le fils 91, 90% des sièges. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation. Oui. Pour formater les jeunes, tu donnes une heure à l'école, tu dis j'enlève une heure de l'école et j'encourage les parents qui vont aller faire, par exemple, l'éducation religieuse à leurs enfants et je paye pour ça. Mmh. Mais Sofiane, vous faites du sport. Oui. Moi, je pense que l'Algérie d'aujourd'hui est ouverte sur le monde. Elle est ouverte au monde. J'ai voulu mettre la société. Le message est passé, Sofiane. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Je vous en prie. C'est la fin de cette première partie. Bisselama, au revoir, Sofiane. نهاية راني نسمع لكم ليكيب تكنيك نهاية الجزء الأول لعدد اليوم اللي مازالوا متواصل دائما مع أنيس حمدة شلوش وأنا أميرة بوجمعة. نولي لكم بعد الفاصل.
On est de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Radio M, le plateau de Marana Saktin, pour votre émission Marana Saktin, garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des Algériens. Les Algériens aujourd'hui qui sont sortis par milliers dans la ville historique de Kharrata, là où tout a commencé. Pas vraiment exactement à Kharrata. Il y a eu Kansarat fi Harakiyat fi Iddat Wilayat min al-Watan. قبل يعني 16 février 2019 l'anniversaire de 2 ans تاع الحراك on peut kima قالت Amir Abou Djemaa en première partie par exemple le mardi 12 février 2019 une manifestation aussi le 5e mandat avait été organisée dans la wilaya de Chlef par quelques dizaines de personnes à partir de cette ville le slogan Bouteflika yel Marroki makash l'Ouhda al-Khamsa, Bouteflika le Marocain, il n'y a pas de 5e mandat. C'est pas moi qui le dis, Amira, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un slogan qui est très connu, Felherak. Je ne fais que mon travail de journaliste de retracer un peu l'historique de toutes ces informations qui ont donné naissance au Herak. Le 9 février 2019, تانيت صرات واحد الحادثة اللي كانت على كونديسيوني لا سويت دو توت كامل هاد الحركيات اللي ولاو كي اون دوني على فان الحراك المبارك لو 9 فيفري 2019 لا ديكلاراسيون تاع احمد ويحيى بروميير مينيستر على ليبوك كي افي دي على بريس لو 11 فيفري 2019 كو لو بوبل الجيريان ايتي هورو دو لا كانديداتور de Bouteflika. Je ne sais pas si on peut regarder ça maintenant ou là. On prend l'appel téléphonique. Je parle de la déclaration de Ouahir parce que nous avons dit mutabaqa ma la déclaration de Ammar Belhimer qui a dit il y a quelques jours de cela que le Hirak est un exemple pour tous les peuples. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une maskhara من طرف يعني رجال السلطة الجزائريين وكيف يرى يعني الشعب الجزائري هذه المسخرة ومعنا مكالمة هاتفية. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Farid min Boumerdas. Bonjour, Farid. Allah yibarak. Safa, Allah, alhamdulillah. Salam alaykoum, Allah yarhamkoum. Allah yisalmak, Farid. Farid, nta rak tatawajed ala maqrabatin ktar minna hnaya min le vent d'espoir qui nous vient de l'Est. Comment vous avez vécu cette journée? Justement. Oui. Thumma al-karitha al-kbira, oula kan smahet li bach nahdar bid-darja. Hadar bid-darja, hadar bil-lugha li tahab. يعطيك الصحة تما الكارثة الكبيرة باسكو حنايا صرات لنا كيما المثل هذاك اللي يقول بكري حضرنا كي قتلوه امنا كي راهم يحلفوا واش تقدر تفهم لنا واش حاب يقول هذا القول؟ نعطيك مثال حتى قلت على من بنيت باسكو كاين امور شتهم بعيني سكي كونسيرن لو كورونا داكور في 19 يعطيك الصحة صح انا عامل في المستشفى نعم يعطيك الصحة إذا on a vécu 10 morts, 9 morts, 11 morts par jour, oui. 15 jours, à l'échelle nationale, il me donne 8, 7. Oui. Et donc, il y a un problème. Qui fait une crise de brouhé? Où il n'a pas de même chose? C'est me donne, avec Tommy Respire, le bar, oui. Le bar, je suis bien l'élamé. نعم ما يعرفش وجهه مين با ويجي في التلفزيون ويهضر ويقدم ويقول معليش المهم انا نطلب السماح من الاعلاميين الحقيقيين باسكو مهما كان كاين الخطا الكبير ما لازمش نعمم نقول الاعلاميين قاعيانين نعم يعطيك الصحه هذه من حيث المبدا باش نعم وانما القنوات عندنا شبه قنوات ما نقولش قنوات باسكو انا شحال من خطره نشد لا تيليكوموند نبدا نزابي عشت ان ليفينمون سوا ديزو عشت ان ليفينمون اون 2003 وي ابري لو سيزم دو بومرداس جوست داكور فرقه تاع الاعلام تاع الجيش الوطني الشعبي نعم بريمير ليجيون جاو داروا ان سيناريو وتفاهموا قدامنا وصوروا غلب بديت نضحك هربت مول الكاميرامان بديت نضحك قال الكوموندون تيكتور تاع بومرداس واش يقول واش بك وليدي قال لي قلت له والله يا شيخ قلت له على بالك دوكا كيفاش نصدق تلمواني حاضر قلت انت تعرف 500 الف جزائري واحد اخرين عندنا 39 مليون صوت وصوره يمنونا هكذا احنا الجيري كاين الفكره راهي مليحه عموما الفكره تاع الحراك ما زالت وتبقى 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 نعم مازال تخصنا حاجه واحده في كلمه في توحد كاع على كلمه واحد كلمه واحده ويقدروا يمشي صح يعني صح حتى يخرجوا الناس واحد اخرين ومن بعد نخرج انا صحيح نعم
ما لازمش نطيحوا في لو كونفلي هذا باسكو مازال كاين ناس مستفادين، مازال كاين ناس مساكن بالك في ديزينيورو نقول ما يجهلوا الامور. نعم كاين ناس يغلطوهم اعلاميا باسكو يشوف غير الاعلام ما واش يبينوا له، ما يقراش بين السطور واش كاين. كيفاش انت تشوف النظر تاعك، كيفاش واش هي الحاجه اللي توحد كامل الشعب الجزائري حول محور واحد وحول هدف واحد؟ لا عندنا نانتيري كوما. وشنو هو؟ عندنا مصلحه مشتركه باسكو كل واحد يدي حقه لو تتفقم البلاد. نعم هذا ما كان اي واحد يشوف بالمنظور هذا، يعني يشوف بالنظره هذه المصلحه الجماعيه يعطيك صحه غدوه تسقم البلاد. انت عندك ان بروبليم في دارك، عندك نار شعله في دارك. نعم ثم تطفيها دابور باش تحوسوا تقسموا سينو تاكل كلش. سي فري اي واش وبعد واش تخلي لكم على من تدوسوا على القسيم والنار راهي تاكل. صح حنا عندنا ان بروبليم، حنا باسكو ما لازمش نتبعوا الناس اللي راهم يقولوا قبيلي عربي وهراني قسنطيني شلفاوي ما على باليش انا. هذه خلاص تشبونس هذه الحمد لله جازت. مازال مالوزمو مازال جماعه راهم يدخلوا في الاخر. انا جي فيك يا اير برك البارح برك علاش راني نقول هكا. نعم البارح برك كنت نشوف قناه من القنوات يتصل واحد قال له واشنو هذا يا خراطه هذه غير هما اللي يعرفوا المصلحه الوطنيه. صح هذه بالك ما تقدرش تعرف بالك مخدومه بالك قال واحد منهم عيط باش يعني لتخريب الامور. لا ندري حنا يعني نشوفوا نسي ونشوفوا المعلومه المنبثقه من يعني من لا هل يعقل. نعم جو اليوم كامل في خراطه باسكو شت كما يقولوا عده فيديوهات. نعم اسكو هذو كاع غلطين؟ اها ما على باليش راك تقصي فيها انا ما شكيتش مغلطين. يعطيك ما اسكو كامل الناس يعني البونس كيما تحكي انت اللي 40 مليون ل 35 مليون بقيه الناس اللي عم يشوفوا يعني في التلفازه ويتبعوا القنوات كل القنوات العامه قنوات السلطه يعني هادو ما كيفاش راح يامنوا يعني هذا هو المشكل. والله يا الاخ انا ما تهمنيني قناتني عمر ني حاجه واحده اخرى، يهمني الصحفي ينقل معلومه كيما راهي. كما راهي مليح انك وضحت فريد ينقل المعلومه كما راهي لانه كاين خلط بين الصحفي لو ميليتون اللي يوقف مع الشعب ظلم ولا مظلوم ولا الصحفي اللي ينقل المعلومه كما راهي. من حيث المبدا عندنا كاع الايديولوجي، اي احد عنده الايديولوجي طبعا ينكرها بصح العقل. انا راني صحفي راني مراسل في منطقه معينه. نعم نقول صوتا وصوره ونخلي المشاهد الكريم يفهم واش يحب يفهم هو. نعم يا اخي نجيب له صوتا وصوره، ما نكوبي ما نقص ما ندير مونتاج ما نخبي ما والو. احسن حاجه اللي راهي صايره كاع في العالم مع الاسف الجزائر ما راهيش تصرى، وعلاش ما ننقلوش مباشره؟ نعم مباشر نقل مباشر. نعم علاش دائما مسجلين؟ انا هذه اللي مازال ما فهمتهاش. راديو ام دارت نقل مباشر من خراطه ونحن على نقل مباشر يعني دوكا كي رانا نهضروا اون سمومون مام. شكرا جزيلا فريد على الاتصال تاعك، يعطيكم الصحه والله يعاونكم ونتمنى تداوموا دائما تخليوا على الاقل نبينوا بعض الحقائق على الاقل. اوني لا بور سا اوني لا بور سا فريد مارانا ساكتين ايت اوفير ا تول موند اوفير ا توت لي بريوكوباسيون تاع كامل الشعب كامل لو بوبل. يا خويا نتمنى ان شاء الله الاستمرار والاراده. شكرا جزيلا فريد. شكرا 021-874-45 بارطاجي سو لايف باسكو اون سانسوري اون توش با دو بوبليسيتي دونك اي تري ديفيسيل بور نو دو فير نوتر ترافاي اون بلوس دي بريسيون انفان فو كونيسي توس لا شانسون دونك بارطاجي سو لايف اي وذلك اضعف الايمان. اون فوا با ماركي اون بتيت بوز ميوزيكال اون فوا ريغاردي اون فوا روتورني ان بتي بو ان اريير بور كومبروندر un peu l'origine des choses. On va voir la déclaration d'Ahmed Ouahia, Premier ministre à l'époque. C'était un certain 11 février 2019. في الجزائر لو يمشوا يتجولوا عبر البلاد ويسألوا المواطنين ما نكتفيش فقط بالحلبة السياسية اللي فيها الأنصار وفيها الناس اللي تختلف الرأي، تلقاو أن الشعب الجزائري جد سعيد بإعلان الرئيس بترشيحه وكان ينتظر بفارغ الصبر هذا الإعلان. لماذا؟ دونك فوالا سا سيت ديكلاراسيون كانت باتت يعني بزاف ناس دي فول يعني باتتهم الى الشارع باش يطالبوا برحيل
عبد العزيز بوتفليقه والاخ تاعو ويعني توت سا تريبو ان صحه تعبير لو 14 فيفري ما نساوش ثاني تاع النابا لي زابيتون دو لا فيلا دو عناب دو لا عناب باردون كي اون اورغانيزي ان سيتين كونتر لا كانديداتور دو بوتفليقه يافي اون سونتين دو بروتيستاتير ما نساوش ثاني وكيف يمكننا نسيان ابراهيم شمس الدين العلامي دي ابراهيم المدعو ابراهيم téléphone en main le jeune Shams Eddine Alami d'Ibrahim filme la marche qu'il avait organisée avec un petit groupe de jeunes à la wilaya de Borj Bouareïd le vendredi 15 février 2019. Ils ont défié la peur et ont répondu à Yahya justement en disant que le peuple algérien n'était pas content. Ils ont scandé très fort Had Chab La Yurid Bouteflika ou Saïd. Donc voilà, c'est un autre slogan qui sera par la suite repris et qui résonnera dans toute l'Algérie. Jusqu'à la chute des deux frères qui détenaient le pouvoir, le président et son conseiller. Pardon, Tadal. ما فهمتش يعني ما باش نسترجعوا اجواء الخراطه واجواء المسيرات وربما اجواء الحراك سنه كامله للحراك ندعيوكم قاعد تشوفوا حراك الكرامه الرائع تاع شهر نتاع مروش ومصطفى العلي حراك الكرامه نعم هذا وين فهمت حراك الكرامه لو ريبورتاج مانيفيك ريبورتاج حراك الكرامه كي ايتالي دو جوستمون ا لوريجين دي شوز راح الخراطه ويا ريغاردي لو ايلي تا ريغاردي ايلي اون دو بارتي فوالا ايلي جينيال عندنا مكالمة هاتفية. وي الو معنا نوتخ امي فوديل من كندا، كومون سافا فوديل؟ سافا بخير بيان، صباح الخير عليكم. صباح الخير، صباح الخير. ايس او صباح عندكم. يا. وي. اوكي. حنا إلى عشية. 10:30 ابخي 11:00 موان كيك شوز. سي اكزاكتومون ا سات اورسي كو يافي لو بلوس دو موند ا خراطة. اسكو فوز افي غاردي لي زيماج؟ وي، جي فو لي زيماج. واش عجبني كاع هذيك ليفينمون سي كو سي ماجيك لو بوبل لي سي كومونيكي اون جروب وي سي لو ميساج كو كونفوا لو بوبل بور لو بوفوار اون بلاس باسكو لو بوفوار اون بلاس يلا فولو يسرق سي لو تيرم يلا فولو فولي اون ريفولوسيون وي وسماها الحراك العادي المبارك وي وجبونس علاش ما يجوزوهاش في التلفزيون باسكو بزاف عادي Oui. C'est trop. C'est très bien. Non, mais c'est vrai. J'en ai parlé tout à l'heure de la déclaration de Amar Belhimer, ministre de la Communication. Il criait louange à ce Hirak Moubarak. Franchement, ça m'a énervé. Ma personne a été énervée parce que justement, j'ai l'impression qu'on me vole quelque chose, même si le Hirak ne m'appartient pas et j'appartiens pas au Hirak en tant que tel. Mais voilà, yani qui trouve un mouvement récupéré comme ça, ça fait c'est frustrant. que tout le monde, tous les gens qui parlent dans la télévision, ils remontent à fond et ils disent « Hirak Moubarak, marhaba bihom yemchi ». C'est ça, c'est logique, oui. C'est très logique. Ce qui est grave, ce qui est ce que vous voyez, « Hirak Moubarak » ou quoi, on a un blackout, on n'a rien à dire. Rien qui passe. C'est, au fait, ce qui est bien, ce qui se passe avec Hirata, c'est la réponse du peuple. Quand il dit « c'est pas vrai ». Vous n'allez pas faire de la récupération. Oui. Et dire où est-ce que vous n'allez pas faire de la récupération. Oui. On va même leur voler 5 juillet, le 1er novembre, parce qu'ils se sont appropriés. Hadouk ou leur défaite de Wahou. Même Hadouk, on va se les approprier. Qui m'a donné déjà sur le Hirak. Oui. Qui est le Hirak, c'est Kharata. Soit mort, c'était le 5 juillet ou le 1er novembre. Oui. Les officiels Harbo. Oui. Haïfin Menaz. Oui. Et c'est ce qui se passe, mais pour réponse, le Ben Hamad, trouve-toi un autre ennemi. Ton ennemi, c'est pas ton ennemi, c'est ton allié, c'est Chab. Ne trouve pas un matin que le Maroc, le Maghreb, Daruna Machakel, on m'a fait une chauffe télévision des gamineries, un matin qui joue le roi du Maroc. Oui, oui. Pour créer. C'est très, très grave ce qui s'est passé sur Cherok TV, c'est très, très grave que. En termes de quand presse, un média essaye de provoquer une haine ou une guerre entre deux pays. Mais ça existe. Je ne sais pas si vous lisez la presse écrite, la presse écrite électronique. Il y a un média qui s'appelle La Patrie News. Où franchement, c'est une parodie. C'est ce que je peux dire. Tu mourras ou tu mourras ou tu mourras. Une fois.
واحد الشعبابي واحد شعبويه واحد المستوى واحد الشيتا او ماي جاد. انا شفتها جي او اونت جي او اونت دو مون ايدنتيتي وي وي. انا بون في الجزائر ما نحصلهاش يعني. انا عندي صحابي هنا في الماروك بيان سور نتفاهموا بزاف مع لي ماروكا حنايا سا توجور ايتي نو فرير ماروكان تونيزيان لي ليبيان يعني كامل المغرب. ليدي دو المغرب اوني مازالها تكزيستي عند لي عند الشعوب يعني سي جوست لي فوالا سي لي غوفرنمون سي كي فول كري ديفيرسيون وي حبوا زعما تي يديروا لنا مشاكل واحد اخرين باش نخموا على حاجه واحد اخرى. بيان سور نو ما راحش تلفوننا الحراس تاعنا وي وعابين وما راحش يدخل في التلفزيون تاعكم ومزيان ما يدخل في التلفزيون تاعكم. بارفي ميرسي بوكو فضل يعطيك الصحه. الله يسلمك ميرسي بوكو ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه انت يا فضل. لا بروشان اي ميرسي بو بو طراواي افيك افيك بليزير اضعف الايمان اون في كو نوتر طراواي فضل. ميرسي بوكو خويا. Merci. Merci. Ma salam à 021-78-24-45. Je ne sais pas pourquoi on est en colme ce bâtard avec l'Iman. On va marquer une petite pause musicale avant ça, grand, grand rappel important. Le militant de Borj Bari, justement, dont je parlais tout à l'heure, l'Alami Chumseddin d'Ibrahim, a été condamné hier à 2 ans de prison ferme à sortie d'une amende de 200 000 dinars, apprend-on bien sûr auprès du Comité national de la libération des détenus, le fameux CNLD. L'Inchkrohom, on les remerciera jamais assez, qui font un travail incroyable. Eux, avec le site AlgerianDetainees.com, qui reprend, qui retrace, qui fait une fiche personnelle pour tous les détenus et qui ont lancé aussi une sorte d'événement où chacun de nous peut parrainer un détenu. Ça s'appelle « Je parraine un détenu ». On peut leur envoyer des lettres et ça peut... Vous trouvez ça, Yannif, le site « Algerian Detainees ». En détention justement depuis le 9 septembre 2020, le militant de 29 ans est poursuivi pour offense au président de la République, outrage à corps constitué et publication de fausses informations. Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme assorti d'une amende de 500 000 dinars à l'encontre du détenu. L'une des figures en vue du mouvement populaire, enfin en vue... Il a toujours été l'une des premières figures, Ibrahim l'Alami, Allah yitlaq sarahu, yitlaq kamel sarah al-mu'taqalin. M'ana mukalama hatifiya okhra. Man ma'ana? Allo, allo, man fadlik fawtili al-bahda. Qui dit le chagas, c'est qu'un appel. Oussama man khanchla. Khanchla. الو اسامه. الو واش راك اسامه؟ لاباس. واش راكم؟ لاباس خويا. واش راه الناس خنشله خيار الناس؟ ربي يحفظك. مرسي. الله يسلمك. خنشله كانت من اول الولايات اللي كانت اندلعت فيها وانطلقت فيها حركيات التي كانت يعني من اسس الحراك الكبير الذي جاب يعني كل اراضي الوطن. هل اليوم مشيت وهل الناس خرجت مشات اليوم اسامه في خنشله؟ نو ما كاينش اللي مشى اليوم في خنشله. ما كاش مالوريزمون كاين دي زاكتيفيست كاين دي ميليتون من خنشله اللي راحوا لخراطه مشاو في خراطه ووقفوا مع خاوتهم في خراطه. مي هنا في خنشله ما شفناش. بالك حتى صرا في 19 فيفري باسكو اول مره صرات يعني الحركات اللي بدات في 19 فيفري 2019. بالك يعني في لاحياء هذه الذكرى بالك راح تكون فيها حركيات اخرى يوم 19. ماذا تظن؟ بوتيتر يكونوا بوتيتر نو باسكو لي كونديسيون ماشي كيف كيف ماشي لي كونديسيون تاع لو 19 فيفري 2019 كيما لي كونديسيون تاع 2020. واش تغير خويا اسامه؟ واش تغير اسامه؟ بزاف حوايج اللي تغيروا. من بينها؟ من بينها النهار الاول كي خرجوا لي ريفونديكاسيون تاع لو بوبل كانوا باينين. كان الناس النهار كي خرجوا كونتر سانكيام موندا. صحيح. من اليوم يا بليزيور ريفونديكاسيون كل واحد راهو يغني. صحيح. كل واحد راهو ما على باليش. وكاين ثاني حوايج اخرين كاين دي كونديسيون اخرين يا بيرمي او كاين هذه تاع ما على باليش الانقسامات اللي رانا نشوفوا فيهم اليوم في الحراك. نعم للاسف كاين التكوينات هذو اللي رانا ثاني شاك شوف هذا هذا نخونه وهذا نزكيه يعني ولينا شغل كامل خاينين جامع الازهر الشريف ما باليش كنت تاع الصح كاين في الميم لا ريبريسيون
ثم انت تظن أسامة انه نقطة الضعف حراك اليوم هو الاختلافات التي يعني تقوده نقطة ضعف الحراك هي الصراعات والنزاعات الايديولوجية والحرب، هذه حرب التخوينات اليوم اللي رانا نشوفه فيها. نعم. مش كيما 2019 كيما 2021. نعم، هذا ما جعل يعني متطلبات الحراك تكون يعني غامضة وتكون يعني متمزقة، لأنه يوجد بزاف يعني كاين بزاف بليزيور بارتي. تقدر يا بليزيور بارتي وشاك بارتي راهو تما كل واحد راهو عنده دولة في راسه. نعم، من كل قطر أغنية. شكرا جزيلا أسامة. مع السلامة أخويا، وسلمنا على الناس خنشلة كامل. يا يسلمك، شكرا أسامة. مع السلامة أخي الكريم. 021-78-45. نحن نشوفوا كالكو غوفونديكاسيون دو كالكو ميليتون دو حراك ان فيديو مصطفى. أبخي سان ومركي ان بتيت بوز موزيكال et on revient tout de suite après pour finir le débat sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Khrata, ce qui pourrait se passer demain dans le reste du pays. قبل 22 فبراير امور حجمت غيرت على كل المستويات وفي كل الميادين. احنا ما نقدروش نديروا ربع ثوره ولا نصف ثوره. نجاح الثوره هو استكمال الثوره ما دام ما حققناش المطالب وما حققناش تطلعات الشعب الجزائري. هذه الديناميكيه الشعبيه الثوريه الحركيه تبقى مستمره حتى نحققوا كيما بداوها جدودنا مع الاستعمار. دوكا مع الناس اللي مرضوا السلوكات تاع الاستعمار وراهم حقيقة في الممارسات تاعهم راهم يمارسوا على الشعب الجزائري واش كان الاستعمار يمارس عليه بالقمع والتعذيب والاقصار. سي بور سا لي زانجيريان قروا الشعب الجزائري بكلمة واحدة بصوت واحد انهم يقولوا لهذا النظام تتنحاو كاع وتتحاسبوا. On est de retour sur le plateau de Radio AM. 0 78 78 24 45. Partagez le live, écrivez-nous sinon en commentaire sur le live qui se déroule en ce moment même. Que pensez-vous de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, de cette effervescence qui a touché la ville de Khrata, de la wilaya de Béjaïa? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous personnellement vous allez sortir le 22 février? Est-ce que vous pensez que le hirak rahou mutamazziq? Est-ce que vous pensez que cette fois-ci on va faire les choses d'une meilleure manière? Tout ça au 021 78 24 45. Je voulais faire une transition smooth mais je ne l'ai pas eu, mais ça arrive à tout le monde. Beaucoup de ratage ces derniers jours, Anis. De la part de beaucoup de ratage de la part de Amir Aboujma. Je confirme, Mana Aïd Saïd Abdelnour. Allo, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akhi al-Karim wa talib al-Karim, ma'ana Aïd Saïd Abdelnour, kayfa al-hal akhi? الحمد لله. اليوم يعني بعد ما جوزنا يعني مسيرة ما شاء الله شاركت في مسيرة خنشلة؟ نعم، ماشي خنشلة، خراطة. خراطة. بوكو دو غاتاج اميرا اجوردي، بوكو دو غاتاج. بانك بانك. احكي لنا اليوم كيفاش كانت الامور اي تساعد عبد الله. كما يقول كلمة لا يمكن ان توصف يعني هول ما رأيت اليوم. يعني ما أناس من كل الولايات أتوا من كل نواحي الوطن من أجل أن يعبروا عن آرائهم. نعم. وأن يكونوا يد واحدة ضد هذا الإصابة، ضد النظام الفاسد اللي راهو يتأدى لحقوق الجزائريين باش يعاودوا يلونسيو المسيرات. وليس الحراك الشعبي، الحراك الشعبي لم يتوقف وإنما استمر كفكرة في عقول وقلوب الجزائريين. نعم. إنما هي عودة المسيرات فقط. يعني أن ترى كل الناس هكذاك يعني ثورة الابتسامة رأينا بعد غابت علينا أكثر مدة عام، عودنا شفنا ثورة الابتسامة وناس من كل ايديولوجيات من كل نواحي الوطن. يعني بهذا يقوم الشاب الجزائري بتنحية كل مساعي الصراع الايديولوجي والصراع الجهوي. نعم. بمسيرة بعد عام حاولوا فيه بتفريق هذا الشاب بكل فور. ماذا تقول؟ ما هو جوابك للذين يقولون يعني أن الحراك متمزق متشتت وأن نقطة الضعف تاعه تكمن في هذا التشتت وفي هذا التمزق الإيديولوجي؟ أنت وش رأت؟ ماذا رأت عينك اليوم؟
لكي نكون صرحاء، لكي نكون صرحاء، هناك أناس اصطادوا في المياه العاكرة خلال الحجر الصحي يعني بوندون كونفينمون. هذه بيرسون كي اون بروفيتي دو لوكازيون، يعني بما يسمى أناس يعني ما عندهم أي مصداقية، ما عندهم أي أثر وسط الشعب الجزائري، استغلوا التواصل الاجتماعي لزرع الفتن في لزرع الفتن بين أو الشعب الواحد. نعم. سواء كانت تلك الفتن العلاقة مباشرة مع الإيديولوجية، مثلا رأينا إسلامي وعلماني أو جهويا، يعني هذا قبيلي وجهوي وهذا عربي، يعني هذه الأمور شفناها باللي الأمور التي تحدث في الفيسبوك لا تنعكس على الواقع. لماذا؟ لأن أنا شخصيا اليوم تلقيت مع طلبة من ولاية يارت، تلقيت مع طلبة من ولاية قسنطينة، من ولاية الطيف، من ولاية بجاية، من ولاية وهران، من عدة ولايات مختلفة، وهدفنا هو تحرير الجزائر وإقامة دولة العدل ودولة الحق والقانون، ولا تهمنا الإيديولوجية. لكن عندما يعني نقوم يعني بتأسيس الدولة التي نريدها، ثم يعني يمكن لك أي واحد أن يتخذ إيديولوجية معينة ويدافع عليها، يعني كما باحترام قواعد اللعب السياسي النظيف. يعني أما حاليا فهدف هذا الشعب مهما كان إيديولوجية الشخص هذا، إنما نحن متحدون على هدف واحد وهو تحرير الجزائر. وهذا هو المطلب الأول تاع الحراك اليوم. ما هي مطالب الحراك؟ يعني مطالب الحراك واضحة، ورحلة هذه الإصابة التي لنكون واضحين، نكون واضحين أن لا يوجد هنالك تغيير، إنما هنالك تغيير للوجوه لهذا النظام. نعم. منذ أن خرج الشعب الجزائري منذ 22 فبراير 2019 لم يحدث هنالك تغيير جذري للنظام، وهذا ما يريده الشعب، إنما حدث هنالك تغيير للوجوه. من المحال أن شاب يريد تغيير نظام أن يقبل بتغيير وجوه، يعني تغيير رئيس أو تغيير رئيس حكومة أو تغيير يعني رئيس برلمان إلى آخره. نعم. يعني نحن يعني لدينا عمل كبير على خاصة في الجامعات، خاصة يعني عمل كبير إلى تحقق مطالبنا، وسيكون لنا أمل يعني مطول. لا يمكن أن ندخل في رؤوسنا أن نظاما يقوم بنهب ثروات الشعب منذ عام 1962 أن يرحل في مدة عام أو عامين أو ثلث سنوات. نعم. أهدافنا مسطر على المدى القصير وعلى المدى الطويل. جميل. عبد النور، عندي سؤال، لماذا يعني ما كان دور يعني الجامعة في الحراك والنقابة الجامعية؟ علاش ما خرجتش يعني وجوه، ما خرجتش يعني أسماء تنطق باسم الجامعة الجزائرية؟ ولا بد لك أن كان عندها يعني أثر أكبر، يعني وزن أثقل. لنكون واضحين أن لا يوجد هنالك نقابة جامعية، يوجد هنالك منظمات كشيرية. نعم. لا تمثل الطلبة، وإنما تابعة لأحزاب معروفة، ويمكن أن نذكر منها الأفالان والأرندي الذين هما وجوه النظام. همهم الوحيد هو النفوذ، ولا يهمهم الطالب ولا يهمهم مصلحة الطالب. وعلاش ما بدلتوش أنتم الأمر بأيديكم يعني عبد النور؟ نحن حاليا نحاول أن نفرض الديمقراطية في وسط الجامعة. نعم. الخفات الجامعية، لكن للأسف هذا عمل يستوجب يعني وقت، عمل كبير ووقت، لأن في نفس الوقت نحن نحاول أن نعمل، وهنالك الاعتقالات التي في كل لحظة، وهنالك اعتقالات في صفوف الطلبة والمنظمات التي هي مقاومة من طرف إدارات الجامعية، من طرف النظام بحد ذاته. يعني هنالك يعني بما نحن نحاول أن نبني أسس ديمقراطية ولو داخل الجامعة فقط، هنالك أنظمة كثيرة التي تحاول يعني كسر ما نقوم به. نعم. بالطبع، لأننا نهدد مصالحها ونهدد مصالح هذه الأحزاب السياسية الفاسدة. شكرا جزيلا عبد النور. إذا لو سمحتم نقدر نطرح له آخر سؤال، ولا عندنا آخر سؤال عبد النور في عجالة، إن إذا قدرت، يعني هل تظن أن صح يتنحاو كاع؟ أوكي متنحاو كاع، هل وكيفاش أنت شايف الأمور؟ هل لازم تكون فيها مرحلة انتقالية؟ يعني ما الذي علينا فعله؟ سأعطيك رأيي الشخصي فيما يخص هذا. طبعا. سأعطيك رأيي الشخصي. طبعا. انا رايي ان يكون هنالك
يعني يعني حل جامع بين مختلف الأطياف الموجودة في الحراك الشعبي. نعم. يعني يجب أن نخرج بخريطة خريطة توافقية ومن المستوجب أن يكون يعني من يقوم يعني ممثل يعني ممثل للحراك أو ممثلين للحراك. ليش ممثلين لأن لا يمكن أن تمثل الحراك في حراك فيه مختلف الأطياف ومختلف ايديولوجيات. لكن الحق الوقت انه يمثل الحراك يعني تكون شخصية جامعة، يعني لازم تكون شخصية جامعة ام لا؟ يجب ان يكون امر جامع في مختلف الاطياف ونخرج بخارطة مشتركة ندافع عنها. يعني ارضية جامعة وليست شخصية جامعة، يعني فهمت عبد الله. بوجي بوليتيك بوجي سوسيو ايكونوميك او ميم او بوليتيك هكذا نقابلوا به النظام هذا. قال هاو النظام هاو ليك الشعب الجزائري هاو ليك المشروع اللي راهو يتبناه هاو ليك المشروع وحايبه. من الذي سيوافق على هذا المشروع؟ يعني شكون يبصم بليك هذا هو المشروع؟ لازم لازم جل الحراك بملايينه. نعم إن قناة الفرد نعم في الحراك الشعبي بماهية هذا المشروع وإن كان جامعا ويرى يعني يرى فيه يعني بصيص أمل في تحقيق المطالب التي خرج عليها منذ أكثر من عامين، يعني سيتبناه. وإن تبنيت تلك الفكرة، ونحن لا نتبنى الأشخاص بل نتبنى الأفكار. طبعا إن تبنينا الفكرة هذه يعني سندافع عليها بكل ما أوتينا من قوة. شكرا جزيلا عبد النور، بارك الله فيك. العفو، وفيك بركة. شكرا جزيلا. يعني إن سمحت كلمة أخيرة. نعم طبعا نتمنى الحرية لجميع معتقلي الرأي أن يظل مستمر مهما كان الأمر. تحية الجزائر وشكرا. شكرا، مثال حي عن الطلبة الجزائريين اللي عندهم فكر سياسي. هذه سي اون ريبونس ا ان ابل كون ا يو توت ا لور فوالا دو لا بور دو دو ديز ايديولوجي لالجيري فا اتر بورتي بار لي جون كيما الطلبة يعني سورتو طلبة. دونك فوالا جو بونس كو ليسبوار سوبزيست. اون فا ماركي اون بتيت بوز ميوزيكال نادونو ليكم. On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour Marana Sektin. Les États-Unis ont This is America, تاع Childish Gambino. حنا عندنا This is Algeria, تاع Zaka et Zakou. الغنيه اللي كنتو تسمعوا فيها دوكا وعجبت بزاف اميره بوجمعه. Ce qui est en soi un exploit. عندنا من اخر المكالمات الهاتفيه. Je suis pas très fan du rap algérien. Lina Har Elion, parce que tu connais pas le rap algérien. Lina Har Elion. Non, tu connais pas le rap algérien. Je suis واحد نقدر نسمي rappeur pour moi. Où là, on a une spécialiste du rap algérien qui a écouté deux chansons dans sa vie et qui est devenue experte en rap algérien. Smahna Zakou, ala had al-mudakhala, ma'ana min akhir al-mukalamat al-hatifiya li nahar al-yom, ma'ana Nourdin. Salam alaykoum wa rahmatoullahi. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Kayfa al-hal Nourdin? Bkhair Nourdin. Alhamdulillah. أخي هناك أخبار غير مؤكدة على كل حال تقول أن النظام بدأ يتصدع من الداخل. هناك قيادة بدأ يتصدع من الداخل. هناك بعض الأخبار تقول أن بعض القيادات قامت بإرسال أهلها إلى الخارج، بدأوا يهربوا في أهلها إلى الخارج، كما أنه تم هناك حركة غريبة في تحويل أموال. فعلى سبيل المثال تم تحويل أكثر من 450 مليار سنتيم لحساب محمد دبون بتركيا فرنسا. المهم اننا نشهد سقوط النظام والحمد لله، ونشهد مخاض جمهوريه ثانيه ان شاء الله. ولا ليردهم ولا ليس لكم. اما الحراك اقول للحراك في حراكنا الثاني فيجب علينا تفادي اخطاء الحراك الاول، ويجب تخلص من تلك الاخطاء نهائيا. فاقول لشباب الحراك لكي تنجح ثورته هو محتاج إلى ثبات القضية الثورة الأساسية التي وهي إسقاط النظام وبناء جمهورية ثانية قائمة على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكذلك دولة مدنية ليست عسكرية ولا تحركها عصابات عسكرية محركة من وراء البحار. وكذلك الحراك محتاج إلى وعي بمستويات عالية، ذلك الوعي الذي يحفظ الحراك ويصونه من كل تدخلات ومن كل مؤامرات ومن كل سياسة فرق تسد ومن كل سياسة صرف الأنظار أو صرف أنظار نحو قضايا هامشية أو جانبية. كذلك الحراك محتاج إلى الاستعداد الكامل للتضحية من أجل قضية الثورة. نعم سنضحي مثل ما ضحى أبناؤنا، يموتوا فينا 10 20 100 200، لكن
سنقلع النظام إلى الأبد. كذلك الحراك محتاج لتقوية حاضنة الشعبية وتحسين المتفرقة. أقول يا شباب الحراك بادروا ثم بادروا ثم بادروا، ديروا لكوميتي دو كارتي، ديروا لجان شعبية في كل حي تاعكم، من كل 100 أسرة خرجوا 20 شعب ينظموا الأحياء، ينظموا المسيرات إلى غدك وتشوفوا نتيجة بإذن الله. هذه الأحياء الشعبية هذه تخليكم قاعدة أرضية، لما تسلموا النظام بهذه الأحياء الشعبية تضبطوا السياسة في أحيائكم، تضبطوا الأمن في أحيائكم وإلى غدك. وكذلك الحق محتاج لمراجعات فكرية صحيحية يتفوا حولها الجميع، ومحتاج للتجديد. أما أفكار صحيحية فنقول بمعنى كانت عندنا أفكار خاطئة من قبل، وهناك بعض تنازل تنازل إخواننا الشرفاء تنازل لأنه أخوك تنازل في بعض الأمور وتفتح قلبك تفتح عقلك له، ونصحوا بعض أفكار جامدة اللي متخليش نفونسي ويخلينا غير إلى في المتاهات. كذلك الحراك محتاج إلى تجديد في أساليب التنوير الميداني. المسيرة لا تكفي، علينا بالرجوع إلى العصيان المدني. أضربوا العصابة في جيبها، أضربوا العصابة في المنتج تاعها، أضربوا العصابة في السلع تاعها، ريحوا في ديوركم وديروا عصيان مدني، فتحوا إلى الأفران والفارماسي والمواد الغذائية وتشوفوا النظام لما تقص على سمعنا. كذلك يا إخواني الحركة ذلك محتاج إلى خارج مسار طريق. يا إخواني ما نقدوش دوك حنا عندنا نجد وحده، لما لا نخرج كما وثيقة شبيهة بوثيقة أول نوفمبر يجتمع حولها كل الجميع، كل من يريد أن يخرج في الصلاة فليعقد العزم على تلك الوثيقة والسين ينضعية ويلتزم بمبادئها وأفكارها. كما أنا أقول كذلك يا إخواني هذه مرة عودة أخلاقية بإذن الله. علينا أن يكون خطاب الصلاة يكون خطاب عقلاني على وسط وسط اجتماعي. خلينا من السب، خلينا من الشد، خلينا من القذف، خلينا من ذباب الكتروني. ما تجابوش ذباب الكتروني، هي عباره عن روبو اوروبو. حنا حقيقه، حنا ميدان، حنا انسان، حنا بشر. ما تجابوش ذباب الكتروني. كما اخواني نقول لكم كذلك يا المسيرات انتشروا في كل ارض بالكم ثم بالكم. الدكتاتور يسقط من العاصمه، اعطوا كاع العاصمه، ولكن في كل حومات وفي كل بلديات وفي كل مداشر في كل اخرجوا يزمنا 20 مليون في العاصمة و 20 مليون كاع في كل بلد في كل ولايات. على ذوقكم على يا إخواني في عجالة نوردين باش ما يجمعوش الشرطة من كل مكان يبعثوهم العاصمة وش يقمعوا العاصمة باش تلف لهم. ها بدأت الضغط عليهم يا إخواني. ديروا بالنسبة للمسيرات عليكم على مبدأ المفاجأة مبالغة النظام. حنا من قبل بداية الحراك كنا حنا السياد الميدان، كنا نجيب الميدان ثم رجعنا مع الوقت والنظام عندنا السياسة ترد الفعل. دفعنا باش نردو إلى باش نتفضاو للنظام، لا اليوم حنا نبغتوه، اليوم نتحركوا. كما قلتم أنا إخواني آخر نقطة نور الدين. آخر نقطة إخواني نقول لكم يا إخواني يجب التغيير يا أخي، يجب التغيير مفهوم. الشعب الجزائري تبنى التغيير وبإذن الله سنخرج بنتيجة. شكرا شكرا جزيلا نور الدين. نستناو اللي اخذ اخر مكالمات في النهار اليوم. شو ببارلي اوسي دو لونسيون دو لونيفرسيتي دعنابه منى بولودنين باردون ا بار ايور ايتي كونداني او ميم تيتر que l'alami Mchem Seddin Ibrahim, elle a été condamnée le même jour à un an de prison, dont 6 mois ferme. Le parquet avait requis 2 ans de prison à l'encontre de Madame Bouloudinen. C'est la fin. On n'aura pas de dernier appel téléphonique. Atekoum Saha, merci de nous avoir suivis sur les plateformes de Radio M, sur le 021 78 24 45. سير لو لايف فيسبوك. ميرسي بوكو امير ابو جماعه، يعطيك الصحه كالعاده. صح انت، يعطيكم صحه كل واحد اللي كل واحد شارك معنا اليوم، اما اتصل ولا اكتب لنا كومونتير. ميرسي لا ريال، ميرسي ا تو لو بيبل الجيريان، سو بيبل مانيفيك. ميرسي يا خراطه، ميرسي يا خنشله، ميرسي يا عنابا، ميرسي يا بليدا، ديديكاس غروس ديديكاس ا بليدا، اي بيان سور ميرسي يا الجي بوزريا اوسي داكور. ميرسي اوكي شومون نوف سي بون. اون فا سيتي توت الجيري. يعطيكم صحه، تحيه الجزائر. اون اسبير لو ميور pour notre pays, notre cher pays, et pour le peuple algérien qu'on aime tant. Yatakoum Saha, wa bqaw ala khair.